وصل وصل حواوشي يحيى، دول جزارين صورنا عند الحاج يحيى العفيفي والناس دي بقى، والعفايفه في الجزارة عامله ازاي. هنا النهارده جم على ارض الوراق في شارع السيما بجوار حاتي العمده، وقال لك ايه، انا هتخصص في رغيف الحواوشي وحته البرجرايه. كله يجمع معانا بقى ويصلي على النبي عشان نشوف ايه العروض النهارده اللي هتتعمل والدنيا هتمشي ازاي، عشان احنا مبوظين لهم الدنيا وطافيين الدي جي وعاملين قلق. احنا مريحين لهم الدنيا خالص عشان اعرف اعمل اللايف. طبعا عارفين ان الفيسبوك بيمنع الميوزك والكلام ده. النهارده الافتتاح، النهارده الفرحه فرحتين، فرحه العروض والخصومات اللي هنستفيد بيها، وفرحه ايه؟ رغيف الحواوشي البلدي. ماشي، كل ما نروح في مكان نتبهدل ينفع كده؟ بقول لك ايه، خلي بالك. ندري تقول لكم الف مبروك. الله يبارك فيك يا ست الكل. كل اللي يدخل يشارك الفيديو يقول لهم مبروك. مبروك بتاعتكم مشاركه الفيديو مره واحده على صفحتكم الشخصيه. انا بس مستني اقلب عشان بينطر حاجات كل يوم اروح بقميص بايظ. منظر الرغيف، ورينا كده الرغيف من جوه كده. ايوه، اللهم صل على النبي. البلدي اهو، البلدي لون اللحمه بيبان. بكام ده بقى؟ مفاجأة، وهقول لكم دلوقتي. على عرض الدمار، عرض الجنان النهارده اللي انا صممت ان انا اللي اعمله بصراحه. يعني هم كانوا رافضين جدا موضوع العروض، بس انا قلت لهم بقى بمناسبه الافتتاح وان انا طافي لكم الدي جي وان انتوا مفرحين الاطفال بماسكات وبحاجات كتير، كل ده انا راكنه اثناء اللايف. وادي الغوريلا، بص مش عارفه تعدي من الحيطه، مش عارف يعدي اهو. عينيا يا عم، وانت يا عم. تعالوا بقى كده جنب بعض، يلا صوره سيلفي مع بعض. يلا يا شباب، هودا هودا هودا. لو اشتغل اي ميوزك هيبوظ لي الفيديو، حتى التريكات دي. هما يطلعوا كده يفرحوا الاطفال. اما العرفة حبيبي، يلا بلا العسل، يلا معاهم بقى، معاهم 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 معاهم. اقفوا جنبهم، اتصورتوا معاهم. يلا هما يروحوا هناك واحنا نيجي هنا. الله، سابوا الغوريلا والمسكات وجم تاني. ولا ولا بس شغال عندك. حبيبي يا عمدة، ألف مبروك. بصوا بقى يا جماعه، بصراحه لما اكون جزار، وجزار من الناس التقال قوي في مجال الجزاره واسمه علم في الجزاره، وتيجي تشتغل حواوشي ومصنعات بلدي، هتدوق من تحت ايده سندوتش حكايه. هنا عامل السندوتش ب 35 جنيه. طب كلمه السر محمد عرفه، الاثنين عليهم واحد هديه. حبيب قلبي، الاثنين انا جاي لك اهو. الله، دي الشاورما، شاورما فراخ، السجق البلدي. احنا بنعمل مكرونه بالسجق وبال مكرونه بالسجق ومكرونه بالفراخ، والصوصات اهي. اللهم صل على النبي. والشغل بلدي، الشغل ايه؟ بلدي. عاوزين حبيبي الف مبروك الاول يا عمده، الف الف مبروك. المنظر بسم الله ما شاء الله، الاثنين عليهم واحد ايه؟
هدية. خطرك يا عم محمد 2-1 انت يلا. والله هيبوظ. يلا شباب كلكم معايا، كلكم على جنب الماسكات، كلكم جنبهم. يا ولاد المجانين يا ولاد المجانين. يا علي حبيبي مبروك. ام رايدة الله. يلا شباب اهو يلا. ونرجع تاني للعرض، وبقول لك ايه الاتنين عليهم ايه؟ واحد هدية. اتنين حواوشي عليهم واحد هدية، والرغيف البلدي ب 35 جنيه. تعال نشوف الميكس بيتعمل ازاي بقى. عاوز اقول لك اهم من الشغل ظبط الشغل. التقفيل هنا ادي البوكس الجميل، معاه مخلل، معاه طحينة، كل الكلام ده. واتنين طلب، كل الكلام ده هدية. والرغيف ب 35، الرغيف الحواوشي السادة ب 35. ام رؤايدة ست الكل كده. انت بتقفل مكرونة ولا حواوشي؟ انا عاوز اشوف بقى ميكس حواوشي بالسجق ده بقى. انا مالك يا حبيبي. حبيبي انت وش الخير على اي مكان يا يوسف، والله العظيم انت وش الخير النهارده يا يوسف. سلم عليهم واعمل لهم باي. ايه رايك في الحوش يا يوسف؟ ايوه عادي. ايوه يا يوسف. اللهم صل على النبي. بلدي بسم الله ما شاء الله. وتقفل يا باشا عليه كده، وتدي الصدمه وتسيبه شويه. الله عليك الله عليك. لا لا ابوس ايدك ابوس ايدك. طب اصبر عليا بالله عليك. ده انا هبطل اصور حوشي بعد كده. بسم الله ما شاء الله. شغل باين. انا بسيبكم انتوا اللي بتحكموا اهو. بس منظر قطعه اللحم المفروم الفاتحه دي، مش اللحم تحس ان هو واخد برغل واخد حاجات كده غريبه، لا لون اللحم. انا عاوز اشوف لون اللحم قبل ما يستوي. بص يعني افتح اي رغيف، بص اللي بتكلم عليه يا جماعه. ايوه بص يا جماعه، مفيش برغل، مفيش الحاجات اللي هي بتحمر اللحم، مفيش الكلام ده. كل ده من عندنا، اللحم مفروم بلدي من عندنا، من محل الجزاره اللي في امبابه. ده من محل الجزاره اللي في شارع امبابه الرياضي، شارع الترفك، اداره الحاج يحيى العفيفي، وطبعا اهل الوراق كلهم، ودلوقتي اهل امبابه لان المحل مفتوح في امبابه هناك. عارفين جزاره الحاج يحيى العفيفي. ده برجر بلدي. ده كام البرجر عندنا؟ عندنا الكيلو؟ لا لا الساندوتش. الساندوتش ب 35. ب 35 البرجر؟ ب 30 الساده. ب 30 جنيه الساده؟ ب 35 جنيه بالبيت. البرجر الساندوتش البلدي البرجر ب 30 جنيه، وبالبيت ب 35 جنيه. الحواوشي الواحد ب 35، والاثنين عليهم الثلاثه عليهم واحد هديه النهارده. والتلاتة عليهم واحدة دي النهاردة بمناسبة الافتتاح. وبكرة كمان. وبكرة كمان. العرض جاي كده على الهوا. وبكرة كمان. والمكرونة بقى اللي منظرها مغري. المكرونة بقى اللي منظرها. يا شباب يا شباب. يلا يا شباب مع بعض. Yeah!
جليل. يحيى 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 بس كفاية. بسم الله ما شاء الله. يبقى كده الحواوشي البلدي في كرنفال افتتاح حواوشي يحيى بالوراق عند السيمه، بيقول لك الرغيف ب 35 والثلاثه عليهم واحد هديه، والعرض كان النهارده بس اتمد لبكره. محمد ايه يا حبيب قلبي؟ انت قلت لنا جوه. ما انا سبته بياكل جوه، ما رضيتش اخد رايه غير لما يخلص اكل. جميل و200 المية وان شاء الله تبقى فتحه خير. يعني رغيف الحواوشي عجبك بجد؟ والله لكن معمول في البيت. ما هي الفكره بيتي. والله جميل. الفكره ان هي الحاجه بيتي. طعم جميل جدا. اهو بص بص الغوريلا بتاكل منين؟ جعان اهو، جعان اهو، جعان. تعالى خد، تعالى 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 كل اهو. اديله حته حواوشي بالله عليك اهو، احسن ياكلنا بس، احسن ياكل بجد. اهو بعد كده اللف. يلا يا اسطى اربعة سادة. اربعة سادة يا اسطى. اربعة سادة. اربعة سادة وواحد هدية. حبيبي حبيبي. في رقم تليفون كاتبينه في شرح الفيديو فوق، بسرعة اطلبه دلوقتي حالا. اللي هيطلب دلوقتي حالا. ايه يا حبيب قلبي؟ اربعة فراخ وثلاثة فراخ. بقول لك اربعة سجق وثلاثة فراخ. اربعة سجق وثلاثة فراخ معاك. انت بتحضر المكرونه فوق بيتي، ست البيت هي اللي بتعمل المكرونه وبتنزلها لك. حلوه قوي. والصلصه نفس الطريقه بيتي. حلل البيت اهي، حلل البيت اهي، تيجي تخلص ينزلوا غيرها. هو ده الكلام، هو ده الكلام. انا عايز اربع مكرونه يا عمنا. ها طالعين اهو يا عمنا. وعايز ثلاثه شاورما فراخ بعد اذنك. جميل قوي لما يكون الاكل بيتي. اللهم صل على النبي. بس كده يا معلم. الله ينور عليك، الله ينور عليك. اه يا بقى ابعتهم لي على طول. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حط على الجريل تاني بعد ما يطلع، مع انك انت سايب البتاع سخن. انا بديله بقى ايه؟ طبنه الجريل. اللهم صل على النبي. الله 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 الله. ايه ده ايه ده؟ تديله مع بعض كده تقليبه مع بعض صدمه ويتحط في الطبق تاني. ده حاجه ثانيه. الله عليك بجد، الله عليك بجد. كل طبق لوحده؟ كل طبق لوحده، كل واحد ياخد حقه برضه. وربنا فتحت نفسنا يا عم. وربنا فتح نفسنا يا جدعان. الطبق كله؟ الطبق لا لا، هو عاوز يعمل كل طبق لوحده ياخد حقه. كل واحد ياخد حقه. الله عليك. كل حاجه بتتعمل قدام الفنون يا عم محمد. تسلم ايدك بجد، تسلم ايدك بجد. والتاني برضه هيبقى نفس النظام. عادل يا حبيبي. بجد تسلم ايدك. معلش غصب عننا يا حبيبي. غصب عننا الناس تستحملنا، الناس تستحملنا، استحملنا معلش يا جدعان. استحملونا. اللهم صل على النبي. طبق شجعونا بالشير عشان نفرحكم بحواوشي كتير. طبق اهو يا باشا، طبق اهو يا باشا، طبق اهو، طبق اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ماشي. اللي بعده اللي بعده. حبيبي انا الدور شيخ نادر اخويا وحبيبي منور اللايف. يبقى كده يا جماعه بنأكد تاني على الاسعار. رغيف الحواوشي 35 جنيه، الحواوشي البلدي البيتي
البيتي المكرونات بالسجق او بالشاورما اللحم الفراخ قصدي بيتي بالحلل البيتي بالحلل البيتي تخلص تنزل من فوق تاني غيرها. اللهم صل على النبي. ده لسه ما تقلبش اهو الله ارفع الحوض من حواوشي الاستاذه مليك. اهو الله يبارك لك. المكان عند السيما جنبك على طول مشويات العمده عند السيما عند حات العمده وجنبنا على طول ايه دبوس خدمات التليفون المحمول. يا معلم ايه الشياكه دي يا عم؟ ايه الشياكه دي؟ يا عمور تعالى يا عمور. بص 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 الهيصه بقى. يا ولد الايه؟ الله على المنظر الحواوشي. اللي هيطلب دلوقتي حالا يلا بسرعه يبلغوا بس على الدليفري ان ايه كلمه سر محمد عرفه عشان يستفيد بالهديه والخصم ويتظبط. النهارده تظبيط. بسم الله ما شاء الله. قولوا ايه يا ولاد؟ اللهم صل على النبي. العنوان عند السيما الوراق بجوار دبوس لخدمات التليفون المحمول وحات العمده. النهارده فرحه اهي. تعالوا هنا 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 عشان 10 جنيه. محمد عرفه ياخد 10 جنيه. لا مش عجبهم. ده حواوشي يحيى جزاره يحيى في امبابه وحواوشي يحيى الفرع الثاني ليه هنا في الوراق عند السيما. تعالى جرب وادعي لي. ايه؟ ايه؟ انت عاوز ايه؟ 10 جنيه. عاوزين ايه؟ كله يستناني هنا. اقفوا هنا. انا هجري انا بقى عشان ايه؟ الله ينور. عاوزين تقفيل السندوتش او الرغيف بيطلع ازاي؟ ده الرغيف ده الرغيف بيطلع كده بيطلع معاه سلطه معاه مخلل معاه علبه مخلل معاه لا مش ثلاثه هو قال حاجتين. لا انت بتطلع ثلاثه ولا اثنين؟ معاهم جواندي بتطلع ثلاثه ولا اثنين؟ ثلاثه معاهم جواندي بتطلع سلطه ومخلل وطحينه وجواندي وجواندي وسلطه كل ده بيطلع مع الاوردر. اه الله ينور بجد. اوردر ب 35 والله العظيم. الله ينور. ده كده ب 35 جنيه. اه. والنهارده في العرض الثلاثة عليهم واحد يديه. الأربعة عليهم واحد يديه. الثلاثة. الثلاثة عليهم واحد يديه. الثلاثة عليهم واحد يديه. حبيبي. الثلاثة عليهم واحد يديه. الأربعة عليهم واحد يديه. لكن دلوقتي الثلاثة. الثلاثة عليهم واحد يديه. الله يبارك لك. الله يبارك لك. خد يا بروح. أنت لسه خايفة؟ لسه خايفة؟ حسب. أنت أنا مش لسه سايبكم الناحية دي؟ ما الله يقف ان حاجه هياخد ال 10 جنيه. اه بسرعه الناحيه الثانيه بسرعه. اه بسرعه الناحيه الثانيه يا حوده نجم الدجي. يلا بسرعه روح هناك مفيش وقت. اما الحق اقفل وامشي بقى.
تعالى يا حبيب قلبي، تعالى بقى بص على الايه، الشغل الايه البلد اهو. عاوز كفته بالكيلو، عاوز كفته سندوتش موجود، وبجد باسعار جميله جدا. ده الشغل البلدي اهو اهو. المفاجأة كمان اتلقيت المخللات، يعني مخلل وسلطة وطحينة والاتنين كلافز، كل ده وب 35 جنيه بيطلع مع الساندوتش. الخدمة مميزة جدا بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيدوق يجرب النهاردة. عنواننا سهل وما يتوهش، عند السيمة والرأي العرب، حواوشي ايه يحيى. مبروك يا بوب، ألف مليون مبروك، وان شاء الله فتحة خير عليك حبيبي. منتظرينكم، ما تنسوش كلمة سر محمد عرفة، والدليفري متاح لأي مكان.